له وهو فرد في جلالة ربي أصغره من أدقه وباح شامك أنما لولا المهنان في صدف من بعدنا منطق منه فيا العقود كان نعيد رايته كأنما نظرت أمام لطيب ياد لطم ضم أعظم خطب لمن تشق أبان مولدها عن طيب آثاره يطيب ما ابتدى من هوى لدى ميا متبرس به الفرس أنهم بعلل البص ونقام وفتى ونكسرى وهو مصدق كالشمل أصحاب كسرى غير ملتئم والنار خالدة من أسب عليه والنهر سهيل وسأسى وتأغد بحيرتها ورد وات أثان ظمي كأن في النار ما بالماء من الحزن وبالماء ما بالنار من ظلم والجن أنوار صادعة والحق يظهر من منى وما أم وصم فإعلان البشائر لم تسمع ثقة الإظهار لم تشم ببعد ما أخبر الأقوام بأن دانهم المحو الشلال وبعد ما أيان في لفق من شهب مقطع أرض من صنم التغثى عن طريق الوحي مرأسيم من الشياطين يقوى إثر ما أسمي كأنه هرب نبطل أو أسكر بالحصى من راحتيه رمي بعد تسبيح ببطنه ما نبت المسبح من أحشاء تقيم قل يا صلي وسلم فائم فبدا على خير الانبياء والصحابي والرسل يدي اضعافا مضاعفه وكان شامي وعد النفس فما لما ارقى عذاب القلب لا اصاب فشاب ما به من علال يا سيدي يا رسول الله خذ فالعبد ضعف وضيف ضهيد يا ضميما يتصيب بك يا خير الوصف.